عفوا معلش شوية. ماشي يا ادم. بصي يا ادم، هو احنا عندنا حفظ المعاني ده بتديك حصيلة لغوية. يعني ايه حصيلة لغوية؟ انك بتديك مفردات كتير، كلمات كتير، بحيث ان انت حتى لو كلمة جات لك انت مش عارف معناها هتحاول تخمنه من خلال الكلمات اللي عندك. طيب واحد ما عندوش حصيلة لغوية او ما عندوش كلمات كتير ومفردات كتير هيخمن المعنى ازاي؟ فالواحد لما يتعرض لمعاني كتير ويعرف ان الكلمة دي معناها كذا وكذا وكذا، ويعرف الكلمة دي كذا والكلمة كذا، ويقرأ المفرد هنا والجماعها كذا، بيدي لروحه اسمها ثروة لغوية. يعني ثروة لغوية ان انت عندك خزينة من الكلمات كتير. الخزينة دي هتساعدك لما تقرأ كلمة تعرف معناها، حتى لو الكلمة دي انت ما حفظتهاش في المعاني، حتى لو الكلمة دي ما جاتش في الدرس، انت لما يكون عندك مخزون هتقدر تستخدمه. يعني ايه اسم ماشي يا موصولة؟ حبايبي؟ يعني ايه اسم موصولة؟ انا عارفاه. نعم. ايه ده؟ يعني اسم الموصولة الذي والتي؟ اه، الاسماء الموصولة الذي والتي، صح. طب بالمرة بقى، يلا نراجع على السريع. اسماء الاشارة ايه؟ هذا هذا وهذه الإشارة، وهذا هذا وهذه 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 وهذا 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 وهذه وهذا وهذه. وهذا وهذا طيب هذا برافو وهذا عليك، وهذا احسن. وهذا وهذا. طيب سؤال سؤال لكل واحد مرة عشان مش مستر مستر ينفع أقول لك حاجة؟ قول يا جميل. اسم الإشارة البعيد ذلك وتلك. برافو، ماشي. يبقى احنا هناخد سؤال سؤال ولا كل واحد عشان برضك الدوشة دي. أول حاجة أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، دي أسماء الإشارة للقريب. أما أسماء الإشارة للبعيد، ذلك وتلك وأولئك. طيب ماسة معنا في أول القايمة. آه، عايزة نعم، ضمائر الضمائر المتكلم. إيه ضمائر أنا المتكلم؟ ويحيى، أنا ويحيى، برافو. لا يا يحيى، ما ينفعش تجاوب، هو دور ماسة ده بس. آدم يا أجل ده آدم، ده آدم يا مس، مش يحيى. آدم. آه آدم مالت الظهر عندي يحيى ليه؟ ماشي آدم. ما ينفعش يا آدم، دور ماسة، ولما يجي دورك أنت هجاوب فيه. يبقى ماسة قالت الضمائر المتكلم أنا ونحن. طيب ضمائر المخاطب يا آلاء، مخاطب، إمس، ضمائر المخاطب، مخاطب مخاطب يعني اللي هي بخاطب حد. الصوت فين؟ بتقولي ايه؟ لا الصوت مقفول يا آلاء. معلش يا مس، كنت بحصل ان انا فاتحه المايك. ضمائر المخاطب انت وانت. تمام، انت وانت وانتما وانتم وانتن. ماشي. طب تاليا، ضمائر الغائب آخر واحد. ضمائر الغائب هو هي وهم. هو وهم، هو وهي وهم. تمام. طيب عايزة أقول تاني. طب تقدري تقولي لي بالمرة كمان يا تاليا؟ معلش سؤال تاني. الأسماء الموصولة، أسماء الموصولة التي والذي والذين الذي والتي واللذان واللتان يتم والذين. الذي والتي واللذان واللتان واللذين. تمام. طيب مروان المليكة. طيب تقدر تقولي لي بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا ايه تاني؟ اه المثنى، بعرف المثنى ازاي؟ مثنى حسين. المثنى هو كل كلمة آخرها إيه؟ هيه. لأ، ألف ونون. المثنى بآخره ألف ونون أو ياء ونون، يبقى اتنين تدل على اتنين، تبقى آخرها ألف ونون أو ياء ونون. لما أقول ما معلم، سألتنيش. سؤالك هيجي دلوقتي ما ناحية وعيد، سؤالك هيجي دلوقتي. احنا لسه في التالت، واحدة في الدور. معلمان، معلمين. طيب مروان ومليكة، بص احنا هنقرأ القطعة على الموبايل عشان القطعة تشوفوها، وبعد كده نحل. بص القطعة اللي انا هقرأها عشان هتبدأ تستقربي منها،
هنبدأ نخمن المعنى منها أو نطلع الاستخراجات. الصادق، طبعا احنا في الامتحانات في حاجة اسمها قراءة متحررة، وفي قراءة درس قراءة من اللي احنا أخدناه، والنشيد اللي احنا أخدناه أكيد طبعا لازم عندك، عندك تعبير نحو اللي احنا أخدناه برضك، كل الحاجات اللي احنا أخدناها هتلاقي جاي منها، متلاقيش كل الموضوع سهل خالص، كله أخدناه ودربنا عليه. طيب أنا هقرأ القطعة دي، هنعتبرها قراءة متحررة ونبدأ نحل عليها الأسئلة. زياد الصادق من دخل، يصدق في أفعاله. نعم زياد دخل، زياد، تمام عشان يلحق الامتحان. الصادق من يصدق في أفعاله، صدقه في أفعاله، والكريم من يكسف ما أكرمه في العلن، والرحيم في رحمة الله بقضائه، والصابر من يصبر على أذى الناس صبرا جميلا. هو ده خلاص القطع. خلاص عندي أول سؤال عندي، يلا يا مروان مليكة. مرادف ضرر، كلمة معناها ضرر، استخرج من هنا، هنطلع من القطعة دي كلمة معناها ضرر. مين اللي يقول؟ مروان معناها ترى ايوه انا مختص، تمام. مرادف ضرر، حاضر. صبر الصدر دي معناها صبرا ضرر، من صبرا صبرا، اه فين صبرا؟ هي دي، والصبر من يصبر صبرا. اه صبرا دي معناها ضرر، بالله عليك يعني حاجة ضر يعني غير مفيدة يعني حاجة وحشة معناها صبرا. طلع يعني حاجة وحشة ايوه ضرر، الايه بيقول لك مثلا ايه الايه، عشان بس ده لما خدنا في درس الطعام الملوث لما قلنا الاكل من الطابع الجليلين يسبب ضرر او يبقى حاجة مضرة. ايه الكلمة اللي في القطع هنا يبقى معناها ضرر؟ طب هات السطر الاخير كده اخر فقرة، والصابر من يصبر على اذى الناس صبرا جميلا. بصلي في الحتة دي كده، على أذى الناس أذى يبقى كلمة ضرر أذى يعني حاجة مضرة اللي هي أذى، أذى صح كده يا دمرون؟ طيب مليكة، مضاد الكاذب، عايز كلمة من هنا عكسها الكاذب. مس أيوة الصادق الصادق، يبقى الكاذب عكسها الصادق. بعد مليكة آلاء، يلا يا آلاء، ولا هو أنا كاتبة آلاء مرتين؟ آلاء ناس انا آلاء جاوبت. يحيى، انا فوق مع ميسا، انا كنت انا عديت دوري. طيب يلا يا يحيى، يحيى جمع الراضي. جماعة الراضي راضي واحد بس، لما يكون راضي وراضي وراضي. ها ثانية اشوفها على الجواز. أيوة الصادق من هتلاقي فيها كلمة رضا بس، راضي بس جامع بقى، نفس الحروف هتلاقيها في الكلمة بس جامع، دور على كلمة شبهها بس جامع. نعم.
الشاكر من يشكر الله فيه، النعيم والشدة شكر الراضين بقضائه، والصابرين من يصبر على أذى الناس. هات السطر الأخير ده كده. هو الرحيم، هو الرحيم زيه. لا أنا مش عايزة، طالما قالك عايز جمع كلمة الراضي، ما ينفعش أجيب كلمة تانية، لازم أجيب كلمة الراضي فيها الراء والألف والضاد والياء، بس عايزاها جمع. راضي يعني راضي واحد، جمع إيه؟ طب خلاص بلاش بتدور في القطع، جمع راضي إيه من مخك أنت؟ الراضين. أيوة يبقى الراضين. فين بقى الراضين؟ أهي موجودة في شكر في القطع، شكر الراضين. أنا موجودة هنا مش فوق. ما أنا قلت لك السطر الأخير، ركز في السطر ده، ركز في السطر ده هتلاقيها موجودة. يبقى راضي جماعة راضين، ناس كتير راضين اهي. يبقى احنا بنحل الأسئلة دي، نركز في السؤال، نركز كده هتلاقي الإجابة طلعت قدامك. مفرد، يلا بعد يحيى آدم، مفرد الشاكرين. نامي يامي مس الشاكرين، يلا طلع لي مفرد شكرا. الشاكرين. شاكرين شاك كتير، مفردها ايه؟ شاك شكرا، شاكر مش شكرا، شاك شاكر واحد بس بيشكر ربنا، يبقى الشاكر هي مفرد الشاكرين. طيب مين اللي على الدور؟ زياد، طلع لام شمسية ولام قمرية، طلع لي لام شمسية ولام قمرية. أنا قبلة. القطعة هي كده من أولها يعني. الصادق من يصدق في أفعاله، أكبرها لك شوية. أي الصادق من يصدق من أول هنا لحد هنا. تمام. الصادق مو الصادق، عايز الصادق واحدة شمسية واحدة قمرية. الصادق اللي مش شمسية. الشمسية، ماشي. الكريم نوم قمري. الكريم ده القمري، تمام، برافو يا زياد، ماشي. يلا نرجع تاني للدور. مسا، في حد ما خدتش اسمه؟ لا لا مسا، مس تمام كله. ماشي. عندي بعد كده مسا، نعم عايز حرف مشد إذا حرف مشدد وحرف ساكن، يعني كلمة فيها حرف مشدد وكلمة فيها حرف ساكن. النعيم المشدد النون. ماشي، برافو. عايزة كلمة فيها حرف ساكن. ايه الصوت بيقطع؟ معرفش من عندي ولا من عندي. ماسة، سامعيني يا حبيبي؟ العلم سامعيني؟ نعم؟ سامعيني يا مس، انا سامعاكي. ايه يا ماسة، بقول لك بتقولي ايه؟ العلم، العلن. العلن. الحرف العلن دي فين الساكن؟ اللام اللام، والنون. علن قمرين، اللام القمرية، ماشي. لا ما تقوليش النون، النون دي مجرورة بس هي مش مكتوبة حركتها في العلني، مكس كسر هنا عشان حرف الجر، حرف الجر بيخلي اللي بعده مجرور، يبقى هنا النون دي مش ساكنة، النون دي على تحتها كسرة، لكن لو قلت اللام العلن ال، تمام، اللام ساكنة. طيب ألاء، أنا عايزة بقى شايفة كلمة، بصي يا ألاء كده، نعم. بصي شايفة كلمة السر، عايزاكي تحلليها لي الكلمة دي كده. تمام. حللها. ايه حلليها كده مقاطع. كل واحدة حللها قدامه كده في كراسته.
عشان نشوف هنحلها زي ما هو قال ولا لا. أنا واحد السر، يا ناس استنى السري. انا مش سر ولا شايفك. سر؟ طب قولي لي انت عملتي ايه بس، وانا اكتب. انت عامله الف وسين بس، أنا عرفتها. مش يحيى. ثانية واحدة، دي دور آلاء. أنا هكتب آلاء قولي لي أكتب إيه. معلش كنت قافلة المايك. الألف اللي لوحديها صلي. الألف لوحدها، الألف واللام والسين. ألف ولام وسين. تمام، وبعدين السين اللي حضرتك عملتيها دي هتبقى عليها سكون، والسين ماشي. التانية هتبقى عليها كسر. كسرة بقى، عشان الشدة تكسر. كسر شدة وكسر، ما احنا عندنا شدة وفتحة. شدة، شدة وفتحة، وعندي شدة وكسرة، وعندي شدة وضمة. دي أنواع الشدة، شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وضمة. مش حبيبي؟ تمام وشدد بالفتح، ماشي شدد بالكسر، وشدد بالضم، مشدد بالفتح، مشدد بالكسر، مشدد بالضم. طيب انا عندي السر، قلنا الف وبعديها ولام الراء وسين. لوحدها. عملت ايه يا مس؟ الف ولام وسين، وبعد كده ايه؟ سين تانية قلتي. وعليها كسر. وبعدين الراء. طيب مس مين الراء اللي يمس متفق؟ عليها، عليها شدة يمس عليها شدة، يعني طب المفروض في ماشي. راء طيب هنا عليها سكون. برافو يا تالية. ثانية واحدة بقى تالية، خليكي معايا. مين المتفق مع آلاء؟ أنا مين؟ قولي لي أنا مين إيطاليا المتفق؟ إيطاليا أنا مع إيطاليا. ثانية واحدة ماشي يا ميسا. مين المتفق مع آلاء؟ بنيت أنا مروان. ماشي، ومين تاني؟ بنيت يحيى ومروان ومليكة متفقين مع علاء، ان تحليلها كده. ومين تاني؟ ويحيى رخر متفق، ويحيى. ومين تاني؟ آدم متفق معاهم. متفق زياد، رأيك ايه يا زياد؟ طيب هنبص بقى على كلمة السر. لو بصيتوا على كلمة السر، احنا قلنا لما نيجي نحلل الكلمة فيها مشدد، فكر المشدد الأول. يعني المفروض الكلمة أصلا ألف ولام ولا وسين ساكنة، مس الألف بعديها ألف سين واللام والسين مكسورة، مع بعض، وبعدين الألف الراء والسين مع الأولانية بعض سين ساكنة، لوحدها وراء الراء وراء. الثانية سامية. يحيى، آدم ويحيى يسكتوا، يسكتوا خالص. أنا دلوقتي بشرح. ألف ولام، أنا فكيت التشديد وكتبت الكلمة بالشكل ده عشان أعرف أقطع، ما تسيبهاش وهي متدككة في بعضها كده وتعرفوا تبدأوا تحللوا، لأن لو حللت وهي كده هتغلطوا، فكوها على جنب في أي حاجة في أي بعيد الامتحان، وابدأوا أقطعوا بعد ما فكيتها وخليت الحروف مرصوصة جنب بعضها كده. أبدأ أقطع، هاخد إيه؟ أهي ألف ولام وسين الأولانية مع بعض، أس، والسين التانية المكسورة، وبعدها رأسها كده مع بعض، السر، وآخر حرف الحرف الأخير المتحرك السري. يبقى هي دي كلمة اتفكت كده. جات منين الراء الساكنة اللي اتحطت مع السين دي؟ جات من الراء المشددة دي، لأنها رأين. يبقى أنا الكلمة ديت هي، أنا عشان كده أنا قلت تتحلل، لأنها فيها حرفين مشددين ورا بعض. واحنا عندنا القاعدة بتقول ان المشدد انا بفك التضعيف ده، احط الساكن مع اللي قبليه والمادي مع الممدود. لما فكيت السين والسين، طلعت السين الاولين من الالف واللام الشمسية، والسين التانية لوحدها. بس المشكلة ان السين التانية دي بعدها راء ساكنة، فمش هحطها لوحدها، هاخد الراء الساكنة الاولانية من المشددة واسيب الراء التانية لوحدها. ليمون، كوباية ليمون. خلاص كده يا علاء، فهمتي؟ طيب
كان في كلمة تانية أنا كنت عايزة أحطها في الامتحان الحقيقة يعني، بس ما حطيتهاش، كنت عايزة أحطها. مين اللي هيعملها لي؟ متطوع يعملها لي. أنا مس آلاء أنا أنا أصلا مس نفسي آلاء أصلا يا مستر أنا كريم، آلاء أنا هتروحي آلاء تسلميها لي أنا أصلا آلاء يا مستر أنا كريم، آلاء أصلا أنا هتروحي آلاء تسلميها لي أصلا أنا آلاء أنا آلاء أنا آلاء أنا آلاء أنا آلاء أنا أنا آلاء طب أنا ثانية آلاء واحدة، أنا آلاء أنا انتظر انتظر دقيقة واحدة، أنا هحطها على ال هحطها وكل واحد يعملها، تمام وهسمع منكم وهسمع كل واحد عملها ازاي، بس في دقيقة كل واحد كراسة يعمل بسرعة، ماشي هسيبها دقيقة واحدة كل واحد يكتبها في كراسته ويبدأ يحللها، وبعد ما يحللها أي بعد ما يحللها هسمع منه. تاني حاجة أنا هحطها من غير تشكيل، ماشي عايزين نشوف بقى كل واحد هيعملها ازاي. أهي الكلمة أهي، الشخصية يلا، محدش يعمل على البورد، اعملوا في كراستكم. الشخصية خلصت يا مس أنا خلاص أنا ألا خلصت تمام يا حبايبي، لما ليك تمام خلصت ماشي. ولا يا حي خلصت ماشي يا حبيبي يلا، وانا ثانية صورها خلاص ماشي، صورها ولا وريها لي ماشي صورها ولا وريها لي ماشي، لو تعرف تبعتها دلوقتي واتس، ماشي ما تعرفوش انا هنحلها بقى وكل واحد يقارن اجابته. تمام لسه انا هنخليها كده الكتاب بتاعي فاصل مش هعرف ابعته عشان بطلع على اللابتوب طيب ماشي انا برضو خلاص، مشكلتي في الكورونا هتعرفها ولكن على التليفون طيب خلاص كل واحد يقارن، انا انا عندي هحل اهو شكلاني تمام، كل واحد بقى يبص على حله، هنبدأ نعملها. كلمة الشخصية نبدأ نحط بقى التشديد بتاعنا والحركات خلصت بتاعتنا عشان نعم. خلصت برافو جميل، ماشي هنبدأ نحط الحركات بتاعتنا عشان تشوفوا انتوا حليتوا صح ولا لا. تمام هشكلها الشاي، يبقى دي حرف لام شمسية بعدها مشدد، حاجة دلوقتي الشخص الخاء الخاء ساكنة، والصاء صاد مكسورة، الشخصي الصم والياء المفروض مشددة، مقفول والياء مشددة عندي، الشخصية آخر الشخصية مثلا متحركة مس خلاص. انا عاملاها كده طيب أنا دلوقتي لما أجي أفك الكلمة دي، ثانية واحدة بقى نمسح اللي احنا عملناه ده كله، هكتبها لكم فوق هنا أهي عشان نبدأ نقطعها، وبعدين نقدر الشخصية اهي دي ساكنة، ثانية واحدة امسح دي اغلب لون تاني عشان يظهر، احنا قلنا دي مشدد ودي ساكن ودي مكسور ودي مشدد، اجي افكها افك الحروف الاول المشددة دي عشان اعرف اقطع بعد كده، الف ولام، وادي الشين الاولانية الساكنة، وادي الشين التانية المتحركة، وبعدين الخاء عندي ساكنة، وبعدين الصاد مكسورة، والياء الأولانية الساكنة، والياء التانية المتحركة، وبعدين التاء المربوطة. أبدأ أقطع بقى كلمتي، هتبقى ألف ولام والشين الساكنة أول حاجة، والشين التانية والخاء، والصاد والياء الأولانية والياء التانية والتاء المربوطة. ها عملتوها كده؟ مش مس أنا لقيت عملتها كده عاملاها كده عاملاها كده تمام، عملت ألف تقلي لام الشيء اللي عليها سكون أي وعليها عملت
الشين والخاء الساكنة والصاد ايوه والياء الساكنة، بعد انا كده كده الهاء اللي عليها فتحة، بعد كده التاء مربوطة. وانا برافو. وانا مين؟ انا عملها الألف يا ميس. الالف واللام والشين مع بعض، وعمل وعمل الشين انا عامله والخاء زيك يا بعض ميس، وصاد الياء، برافو خالص. انا عامله برافو زيك خالص. يا ميس. انا برافو. ماليكي. انا هوريك ماشي اهو يا ميس من الكاميرا، اهو هوريكي. ماشي انا عملها حبايبي ان كده، شاء الله. انا اصورها وبعدها. خلاص ماشي حبايبي، شطورين، برافو عليك. طيب يلا نكمل عشان الوقت، وأولا هبص عليها اللي انتوا بعتوها، هبص عليها. احنا هنقعد كمان ساعة عشان لسه عندنا امتحان. ما الساعة كام؟ لسه ليلة تلت، دلوقتي ليلة تلت. لأن احنا مس عندنا الامتحان على الكلوب، احنا واحنا نحن الساعة 6 مساء، وانا بعض لحضرتك الساعة 7. ماشي ان شاء الله. بس مروان حل لوحدك، وملكة تحل لوحدها، كل واحد يحل بنفسه، مش تعملوا شركة مع بعض تحلوا. وانا برضه ينفع تبعتيلي الامتحان حلو؟ مين؟ وانا برضه يحيى ينفع تبعتيلي الامتحان حلو؟ هو الامتحان كمان تلت ساعة، يعني بعد الامتحان على الجروب دلوقتي، هنبدأ نحل، يا اما على الجروب يا اما هنا على الشاشة. انا اصلا هاخده صباحي، يعني عادي. تمام، لما اللي اخلص هيحل مساء انا بعتهولك خلاص. لما اخلص بقى على الخاص. ماشي، اللي هيحل مساء مش هي... انا معتقد مش هياخد اختبار دلوقتي، هياخده ساعة ما يجي يمتحن، وقاله ساعة واحدة وبعد كده خلاص. بس هو احنا بنحل في الكراسة ولا هنحل ايوه هنحل في الكراسة. قاعدة؟ كل واحد يكتب السؤال، رأس السؤال فوق ويبدأ يحل تحته، رأس السؤال ويبدأ يحل في الكراسة ويبعث. ابعتي الامتحان، انا هتفوح حلو على الورقة. مش حضرتك بس هو احنا اللي هتفتح نتوه اصلا ورقة الامتحان؟ بس هو احنا هنكتبه بالقلم ده، اللي هو القلم اللي عايز. انتظروني دقيقة، والله ما سمع حد، بالراحة واحد واحد اللي يتكلم. كل واحد مس يقول اتفضل يا تالي. ثانية، هو احنا كل نتوه يا الكراسة ولا هنكتب في الكراسة سؤال؟ آدم، هو لسه ثانية واحدة المفروض يا بس. آدم. آدم ثانية واحدة، واحد واحد، يلا يا تالية بتقولي إيه؟ بس هو احنا هنحل بالقلم الجاف ولا بالقلم العادي؟ أيوة بالقلم الجاف عادي. أنت عايزة يعني تحل أي واحد تطبعيه فيهم يعني؟ عادي؟ أي واحد فيهم عادي. يعني؟ عادي. بس يفضل بالجاف، وامتحان الكبير الكبير اللي هو في آخر السنة إن شاء الله هتحله بالجاف، مش بس هينفع انا تحله بكتب بالرصاص. بالجاف. أيوة مش هينفع تحل بالرصاص اصلا، مش هيقبلوا خلاص انا الكتابة معايا قلم بالرصاص. جاف اهو. طيب يلا بس لحظة، نكمل سؤال. يلا يا آدم، يلا مين اللي بيسأل؟ انا مش آدم، يلا يا آدم، انا مش هصدق حاجة من الله. بتقولي يا آدم؟ معلش مس انا عارفة آدم، اقول، مس عارفة اقول حاجة يا بقول يا مس. مس لحظة بس اجيب القلم الجاف يا مس. الامتحان من دلوقتي يا آدم، الامتحان كمان 10 ربع ساعة. يا مس عايزة اقول حاجة، انا مروان نعم عايزة اقول حاجة، انا مروان. قول يا مروان. إيه، نتبع ولا نحل في الكراسة؟ عشان هلا إيه انت هتضطر تحل في الكراسة، هتضطر تحل في الكراسة، لأن في كذا سؤال زي ما خدنا في، يعني هتطلع إجابته من القطعة من فوق، هتلاقي كتير الإجابة كبيرة. يعني انا احل على الكراسة، احل على الكراسة يعني. حلو في تمام، الكراسة أحسن. طب انا احل مسائل. بس على فكرة احنا عندنا مطبعة، طبعة طبعا يعني، طبعة ما ممكن شاء الله. نطبع على فكرة ونحل. إن شاء الله. ماشي خلاص، في حاجات هتتحل في نفس المكان عادي، مفيش مشكلة فيه. احنا هنحل مسائل، احنا هنحل مسائل، احنا مروان وملكة وهنحل مسائل. والله العظيم حفظتها يا مروان، انت ومليكة هتحلوا مساء. طب بص بقى، مش هنحل هتشوف امتى؟ الامتحان الا مساء يا مالك يا مروان. هنحل امتى؟ هنحل الساعة 6 ان شاء الله ونخلص امتى؟ الساعة ساعة 7. 6 ل 7 ماشي، تحلوا ابعتولك على وتبعتوا. الخاص؟ ابعتولك على الخاص؟ ان شاء الله. يلا
نكمل القطعة بتاعتنا اللي احنا كنا فيها. انا يا مسك في سنة تانية اكيد بتاع 14 من نص ممكن حضر. مين اللي جاب مروان وملكة؟ انا مع مالك بتاع 14 من نص من 15 ومالك 15 من 15. استنى بس، في امتحان شهر ولا في امتحان آخر السنة؟ لا احنا ده في سنة تانية. اه انت كنت معايا مروان السنة اللي فاتت؟ لا احنا كنا مع المستني. طيب انا لسه بقى هتشوف امتحاني اول مرة، تشوف امتحاني بقى. لسه هتشوف امتحاني ان شاء الله. جبت وجبت القلم جاب ماشي شفت يلا الامتحان سلام. السبايدر الريكتور ايوه تاليا جربت الامتحان، ده. السؤالين على السريع كده. انا لا خدت امتحان اللي كل اللي بقوله، كل اللي جبت القلم الجاف بقوله في والكروت. الحصة وفي الدرس، وفي حاجات معينة ببقى حطاها عشان أعرف مين اللي بيركز معايا في الحصة ومين اللي مبيركزش. ممكن يكون حاجة قلتها على انا السريع، القلم الجاف حاجة قلتها على السريع. بيبقى اختبار معايا اختبار الريكتور. أيوة بيبقى اختبار زي اللي بتاخدوه في آخر السنة بالظبط، درس بيبقى قراءة اختبار درس يعني اختبار. اه اختبار، مش سؤالين وخلاص نقطتين ويحل وخلاص، لا امتحان امتحان. او سؤال قراءة، قراءة زي اللي احنا خدناها من الدروس اللي احنا اخدناها، اي درس من اللي احنا اخدناه بقى، اخاف من العدوى، جسمي وعناصر الغذاء، اي درس من اللي احنا اخدناه والمعاني طبعا من اللي احنا اخدناه وكده. ودرس وسؤال تاني قراءة متحررة، يعني فقرة شبه، يعني شبه المواضيع اللي احنا ماشي درسناها بس مش نفس الكلام، بس المعاني قريبة من اللي احنا اخدناها. حاول تطلع المعنى زي ما احنا لسه واخدين القطعة دي كده، تبدأ تطلع المعنى من دماغك وتطلع الحاجات المطلوبة منك. عندك نشيد زي اللي احنا اخدناهم، نشيد عندك نحو من اللي احنا اخدناه برضك، ممكن يكون اي حاجة من اللي احنا اخدناها، بس اي حاجة. الكوريكتور اهو، الكوريكتور اهو والقلم. ايوه كوركتر اهو، عشان اللي احله غلط امسح واكتب. انا مالي، انا كمان، انا معايا الكوريكتور عشان لما اغلط كده اكني بمسح بسيكة، لكن امسح لكن اكنه زي القلم وامسح كده. ان شاء الله خير. ما مالك ممكن بس امسح هقول دي لك عادي. ما تقلقوش والله، الامتحان سهل وبسيط بس عايز تركيز، بس تركزوا فيه بس. طيب السؤال اللي بعد كده، احنا قلنا السؤال اللي هو كانت كلمة السر، كانت لا اللي كانت بتحلها كلمة السر لما كنا قطعناه. طيب بعد كده تالية عايز كلمة اسم جمع مفرده، هتجمع من فوق وهاتي مفرده. تمام. هو عايز مفرده من القطعة اسم جمع من فوق. هحل من الأول معاكم. ماشي يلا هحل من الأول سنين. معاكم. أجهز القلم الجاف. ماشي هو تقريبا انت هتجيب الكلمة بس وتجيب مفردها من دماغك، لان مفيش كلمة. وايه هو فاهم، هو فاهم، انا مش لاقيه خالص في القطعة. لا الجمع والمفرد في الاتنين مع بعض في القطعة، لا انت هتجيب كلمة جمع وهات مفردها من دماغك. ماشي، اجيب كلمة جامعة من طلع. اجيبها من دماغي. اه وبعدين هنجيب مفردها من دماغك. صدقة، صدق، ايه الصدق؟ صدقة، صدقة، فين هي السطر؟ فين صدقة. في افعالي صدقه في اقواله. ماشي طب ما تجيبي كلمه ما فيهاش ضمير، هتيجي تجمعيها ازاي دي؟ هتيجي تجمعيها هتلخبطي نفسك عشان فيها ضمير في الاخر. صدقه أنا واحد وتجيبه. ثانية. ايوه هاتي كلمه عاديه، الصادق طب جمعها ينفع، طب الصادق. ينفعش اجيب جمع، ما ينفعش اجيب جمع واقول المفرد. هو عايز جمع صدق؟ لا ده صدقي كمان مش جمع، عايز كلمة جمع، احنا مش عايزين مفرد ونجيب جمع، عايز كلمة جمع ونجيب راضي، مفرد. راضي، راضي مفردها الراضي. الراضي. طيب وعندك أقواله، أقوال كتير مفردها قول.
أفعاله مفردها فعل، ده كله جمع، دي كلمات جمع. الراضين زي ما انتي قلتي مفردها الراضي، ممتازة تالي. طيب عندنا بقى التالية مروان ومليكة، راضين الراضي. نعم يا مان. واحد هيطلع لي حرف جر والتاني هيطلع لي حرف عطف. انا هطلع حرف كر، انا مروان، وانا هطلع حرف عطف. ماشي يلا، اللي هيطلع حرف الجر. انا يا مس، انا مروان حرف الكر. ماشي من. طيب ايه من هما بقى حروف الجر كلهم؟ من وفي وعلى والباء واللام والكاف. تمام، بس انت اختصرتهم ما شاء الله، اختصرت الثمانية كلهم. من اه في وإلى، عتبة من وعلى وإلى وعن فينا من وعلى وفي والباء والكاف واللام. فينا من فينا من وفينا في طيب يلا يا مليكة هاتيلي حروف العطف واليهم لكلهم. من هنا أيوة طلعي واحد بس من هنا وبعدين هتقوليهم لكلهم. مش ثانية و ماشي، ايه هم حروف العطف؟ ثم وواو الواو والفاء وثم والواو والفاء والثم وأو. واو. ماشي طيب، ماشي تمام يا مليك. عايزة، أنا عايزة بعد مروان ومليك يحيى. لا طيب كلمة لها نفس نهاية الحليم، كلمة الحليم نهايتها حرف الميم اهي، عايز كلمة نفس النهاية. الرحيم. الرحيم، برافو يا يحيى. طيب وكلمة تانية نهاية نفس نهاية الماكر. الماكر. الساكر. بس أنا عارفة واحدة كمان. الساكر. فين الفاتح؟ إيه؟ الماكر، بيقول الماكر. الشاكر، بيقول الشاكر، بيقول ذكر الشاكر. آه. اه الساكر. الشاكر، صح الشاكر، بآخرها راء، يبقى نفس النهاية دي يبقى نفس آخر الحرف ده. أشوف الحرف الأخير في الكلمة بس لما أنا يقولك عارفة كلمات على واحدة ايه. اتفضلي كمان. يا جميل. ممكن يقول يكرم. ايه؟ يكرم. يعني ما ينفعش. يكرم، فين يكرم؟ هو عايز كاف والراء، مش يكرم، يعني مش اخرها الراء ميم. لا نفس النهاية يبقى آخر حرف بس، مش أنا مش قلت على نفس الوزن تالي، يعني بعد كده لما تكبروا إن شاء الله تاخدوا حاجة اسمها على نفس الوزن. على نفس الوزن يعني نفس الترتيب، نفس الحروف بنفس الترتيب وبنفس المدود وبنفس الإيه، النهايات الختمة. يعني مثلا العامل نفس الكلمة، يعني قلم، علم، أقلام، أعلام، أفلام، بنفس الوزن بنفس الترتيب. دي وزن ملهاش علاقة بنفس النهاية، لكن نفس النهاية دي أنا عايزة الحرف الأخير يبقى هو نفس الحرف الأخير بس، مش عايزة أكتر من كده. طيب السؤال اللي بعد كده، احنا اللي كان بيجاوب. وإذا من اللي بعد تقريبا أنا يا مس آدم ندوري ماشي يا طيب، وبعدها زياد القلم بعدين. مش عارف القلم بيروح فين، لما بيختفي كده بيخلي الواحد مش فاضل 8 دقايق والحصة هتخلص، بس هناخد حصة تانية عشان الامتحان. القلم ظهره. طيب ماشي يلا يا ادم، يلا فين هي الكلمة اللي على الدور؟ السؤال بتاعك كلمات جذرها
عايز كلمات جذرها رحمة، كلمة فيها حروف كلمة رحمة. رحمة. اه نفس الثلاث حروف. دي يلا ايوه، كلمة جذرها رحمة، يبقى في كلمة عندي فيها الراء والحاء والميم، بس مش بنفس يعني مش بنفس الايه المعنى. رحمة فعل ماضي، ممكن تبقى فعل مضارع، ممكن تبقى اسم راحم، ممكن تبقى أي كلمة، المهم الراء والحاء والميم، يبقى فعل الراء والحاء والميم. مس ولك ايه هي؟ نعم الرحيم. الرحيم، يبقى رحمة، ممتاز. تعالى نطلع على ايدي. صح كده. وش معنى الفلوس؟ ايه السؤال؟ الكلمة اللي بعدها كلمة جذرها شكرة. يلا بديت زياد زياد، كلمة جذرها شكرة. مش هو الجزر. الجذر يبقى أصل الكلمة، الجذر أصل الكلمة، يعني كلمة تعليم مثلا، كلمة تعليم، همسح اللون الغبي ده مش بحبه، كلمة تعليم ايه الأصل بتاع الكلمة دي؟ يبقى بالفعل الماضي من الكلمة تعليم، عليمة عليمة، 3 حروف دول هما دول الحروف الأصلية في الكلمة، يبقى تمام. العين واللام والميم طلع منها تعليم. وممكن لو قلنا كلمة عالم، لو بصيت على كلمة عالم هتلاقي برضه خلاص، هتلاقي المصدر بتاعها لعالمة. لما بيجيك بقى الجذر، لما هو يديك الجذر نفسه يقول لك مثلا عايز كلمة الجذر، عندي كلمة عالمة عايز منها، عايز كلمات ايه، عاوز كلمات جذرها عالمة، يبقى تدور لي على كلمة فيها 3 حروف دول، اي كلمة بقى فيها 3 حروف، عالم علامة معلوم، مهم يبقى فيها الحروف دي. ماشي، تمام. ثانية واحدة حضرتك.
لا عايز يتكلم والمية كده مقفول وبقى يفتح. مس انت حضرتك قافله المايك. مس حضرتك قافله المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حضرتك معانا يا ميس عشان لو في حاجة في العربي في الامتحان يشوفوها الأول. طب خلاص ماشي، ابعت الاختبار على الجروب الصف تمام نفسه. عشان اشيره. تمام عشان اشيره حضرتك لو في حاجة يعني يسألوك يسألوا حضرتك قبل ما يطلعوا تمام يعني قبل ما حضرتك تطلعين. ماشي، حاضر ماشي، هبعته دلوقتي ثانية واحدة، دقيقة واحدة وهبعته على تمام طول. ست انتظر حضرتك. على فكرة أنا عملته على جروب صف المعلمات، لو عايزة تشيريه دلوقتي على بال ما أشير بتاع صف أول ابتدائي لأنهم مطبع. خلاص اوكي تمام ماشي انا مبسوطة. هو صورة بس يعني تمام ماشي. تيتشر هويدا، ممكن لو سمحتي تبعتيه برضو على الجروب؟ هيترسل على الجروب. حاضر. شباب قبل ما نبدأ كل واحد يفتح الكاميرا عشان ده اختبار. تمام مش انا اللي فاتحة الكاميرا. مش فاتح الكاميرا يفتحها انا فاتحاها. عشان ده اختبار، اللي مش فاتح الكاميرا هكتب جنب اسمه ان هو ما فتحش الكاميرا. تمام مش انا فاتحة الكاميرا اهو. مروان يا مس نجوى، مروان نعم مليك قال هيمتحنه مساء. هيمتحنوا مساء. طيب هنشوف. خلاص هم المفروض يا اما هيقفلوا يخرجوا ويطلعوا. دلوقتي. ايه طب يا مروان ومليكة لو سمحتوا اقفلوا قبل ما الامتحان يتشير او انا هعمل لكم الموف قبل او مثلا او ما انا ممكن حضرتك معرفش، تطلعيهم. وبعدين هم لو اختبروا مساء هيختبروا على نفس اختباري ولا يخشوا الجروب بالليل؟ معرفش. خلاص هم طلعوا. هم بقى يعني فاضل تاليا وعلي مش فاتحين الكاميرا. مش فاتحين الكاميرا دي انا هبلغ ان انتم مش فاتحين الكاميرا عشان ده اختبار. انا على فكرة كنت فاتحة الكاميرا قفلت لوحدها مرة واحدة. طيب أوكي. علي ايوه صح. مس بعتيه على الجروب. لسه. ايوه طب كده هنبعته على ادم الجروب لسه. ازاي؟ ايوه اوكي طيب انتوا ممكن لو كده الامتحان يبقى معاكم على الجروب. لو حد محتاج اشيره هنا اشيره هنا ولا يبقى بس على الجروب معاكم الافضل لكم ايه؟ غالية مع على الجروب الجروب. يا مس على الجروب. على الجروب. ما هي عندك مروان ومليك. طيب اوكي طيب طب اوكي هنعمل ايه؟ هو المفروض اصلا يبصوا برضك لا فيه لا يتأكدوا يا مس المفروض ان هو كده يمتحنه مع امتحان المسائي مش مع حضرتك. صح؟ ما انا بقول كده برضه. ايوه هو الامتحان ده هما لو حلوه يبقى ما ينفعش ليهم يعني. خلاص هنبعت على الجروب هما يمتحنوا مساء بقى مع الجروب فترة المساء. خلاص تمام. هما امتحنوا في امتحان المسائي بقى مش امتحان حضرتك. خلاص مفيش مشكلة. كده كله اللغات والعربي موجودين طيب يا شباب ولا في حد بس موجود؟ كلنا موجودين موجودين. طيب بعت على جروب الصفوف. طيب السلام عليكم. موجودين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسهام الرفاعي، اه علامة ايوه المال. صح. ايوه متأكد بس بتوع اللغات كلهم دخلوا، يحيى مروان ومليكة. هي في هو مش حصة مروان دلوقتي؟ ومليكة قالوا يحضروا مسائي ولا لا يحضروا ما دلوقتي؟ مش لا الهام، ما هو دي الاختبار، ايوه ما انا ده اخدة بالي. هو الاختبار. انت هو انت هتدي حصة الماس؟ لا مش هشتغلها. هو بيقول اتأكدي بتوع اللغات دخلوا الاختبار ولا لا. هما معاهم مس نجوى. مران ومليكة. اه بتوع اللغات. مروان ومليكة قالوا هيختبروا بالمسائل. ويحيى يحيى دخل موجود معانا من يا الصبح. هاري طيب أنا عايزة بس أشوف بصراحة. الجروب اللي هو تاني صف أول. خلاص تمام. لو الاختبار بصيتوا فين في الاختبار أبص عليه على السريع، سلام. بشيره من لسه هنا مش اصلا مبعتش، لسه كل مبعتش. سؤال فيه إيه. لسه مبعتش. مس فين الاختبار؟ انتي مبعتوش اصلا على مش الجروب. فين الاختبار؟ ما تبعتش ايوه على الجروب. الاختبار. لا بصوا معايا كده، اول سؤال عندي درس من درس اول حاجة اللي احنا خدناه في مش وشك قصدك الاسنان بعتيه على جروب العربي؟ ده. نعم بعتيه على جروب العربي؟ هنبعته دلوقتي، هبعته بس انا ابص عشان انا ورايا حصة تانية بتاع صف اول، فانا عايزه اروح اشيل الاختبار هناك. بص على الاسئله وبعد كده هبعته لكم تاني على الجروب التاني. هخلي مس فاطمه تبعته. بس اول سؤال درس اللي احنا خدناه الادوات الشخصيه، فقره منه، وبعد كده عندي اول كلمه، عندي كلمه هات من الفقره، هات من الفقره، يبقى انا ده المعنى والكلمه الاصليه في الفقره. كلمه جمعها مناشف، تاني واحده كلمه مضادها مساء. اذكر الادوات الشخصيه التي لا يجب ان يستخدمها اكثر من شخص. خدناها وجاوبنا عليها كذا مره، صح؟ فاكرين الحاجات دي؟ طيب استخرج من الفقره، هنطلع من الفقره دي لام قمريه، كلمه بهتاء مربوطه، ضمير، بين نوع الضمير، ظرف زمان، اداه استفهام، علامه ترقيم، كلمه بها تنوين. بعد كده السؤال اللي بعد كده خريطه كلمه، مديني كلمه وعايز الخريطه بتاعتها، هنعمل الخريطة بتاعتها كلها. السؤال اللي بعده قراءة متحررة، فقرة شبه اللي احنا بناخدها برضك على أدوات شخصية بس حاجات تانية. عايز أول معنى عندي هنقرأها كويس كويس جدا جدا، وبعدين بقول لك هات من الفقرة معنى غير جمع الظفر. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة، بنظافة الجسم وطهارة الثياب يظل الإنسان ايه؟ ما نختار بقى مريضا ولا حزينا ولا بصحة جيدة. بعد كده السؤال التاني من الأدوات الشخصية، اختار. لماذا يجب على الإنسان ألا يستخدم الأدوات الشخصية الخاصة بغيره؟ جاوبنا عليه. مفيش حاجة ما خدناهاش، في حاجة مش خدتوها من الحاجات دي؟ كلنا خدناه يا مس. تمام. بعد كده السؤال التاني نشيد، يا صاحي نكمل النشيد من دماغنا، يا صاحي نقط، كل واحد يجاوب مع نفسه بقى. ما سر سعادتنا لما خدنا في درس النشيد ده؟ ماذا طلب الشاعر من صديقه في البيت الأول؟ طلب إيه؟ مس يبقى نشرح هويدا بعد الكلام ده. إذنك، هو ممكن بس نعم يتبعت على الجروب عشان أطبعه برينتر؟ يتبعت إيه؟ يتبعت بس على الجروب عشان أطبعه برينتر؟ أنا ماشي. عندي هو برينتر. أنا بعته لمس فاطمة والله، قلت لها ابعتي على جروب الصفوف. ماشي أنا بعد بس إذنك، هبص بس لأن يعني هقرأ. آدم مش هيعرف يكتب هو بالطريقة دي، فهماني يعني؟ فهو لو طبع هيكون أفضل ليه يعني. طيب انا هقرا، طب عشان مش هطلع وادخل، اديني دقيقه واحده بس افهمه. لو طيب حد واقف ماشي معاه سؤال يقول لي ده بيتحل ازاي هقول لهم، واطلع ماشي على طول هبص مفيش على مشكلة. الجروب. ماشي خليه بس يركز معايا هنا علشان يكون سؤال. ماشي يركز معايا بس عشان ايه، لو في سؤال ده مثلا مش فاهم بيتحل ازاي اقول له بالظبط. السؤال اللي بعد كده ماذا طلب الشاعر من صديقه؟ هو طالب في البيت الاول، يعني هو مش عايزه في كل حاجه، هو في البيت الاول. قال له ايه؟ ما الذي يجعل صحتنا افضل؟ زي ما خدنا في النشيد. بعد كده هات مرادف سر، احنا خدنا سر ده قبل كده، ومضاد افضل، وجمع صاح، وكلمة على وزن تعجل، واخرى على وزن نظافتنا. خلاص ده بالنسبة للنشيد. بعد كده درس النحو عندي سؤال اهو،
والإجابة بتاعته نقط ذهبت إلى الشاطئ في الصيف. عايز أداة استفهام مناسبة، إحنا خدنا أداة استفهام اللي بتستخدم هنا إيه؟ بس عندي نقط. أحمد لوحة معبرة ألوانها جميل. عايز فعل مضارع، عايز فعل مضارع، حط هنا فعل مضارع، وإحنا عرفنا إزاي الفعل المضارع بيدل على الحال وبيبدأ بإيه. بعد كده لماذا يجب أن نتناول الخضروات والفاكهة؟ عايز علامة ترقيم مناسبة في الحتة الفاضية دي. بعد كده توجد الحلويات والسكريات نقط قيمة الهرم الغذائي. عايز حرف جر هنا، عايز يستخدم أسلوب نهي، وإحنا قلنا أسلوب النهي بيستخدم إزاي، بنحط إيه فيه. آخر حاجة عايز فعل ماضي، عايز فعل ماضي في أول الجملة دي، هات فعل مضارع ماضي مناسب. آخر حاجة كتابة لافتة، وإحنا اتفقنا إن كتابة اللافتة يبقى بأسلوب النهي بأسلوب الأمر. هنا كاتب اكتب لافتة تعلق في فناء المدرسة، تنصح فيها زملائك بالحفاظ على نظافة المدرسة، تنصحهم بالحفاظ على نظافة المدرسة. هنكتب إيه؟ في حاجة مش فاهمينها في الاختبار؟ لا يمس مس تمام. هو كان الاختبار ممكن طويل بس تقابليها تانية بس أو بسيط. مس هو في السؤال الأول في أي أسئلة مثلا لو سألنا نكتب مثلا دي هنكتب دي أداة استفهام وكده جنبها ايوه تكتبيها هنا، يعني انت اداه استفهام هتكتبيها هنا. المفروض انا هستخدم اداه استفهام ايه؟ من ولا هل ولا ايه اللي هيتحط هنا؟ احطها الاداه اللي انا هستخدمها اكتبها هنا. لو قلت تمام هل ذهبت الى الشاطئ في الصيف راكبه كده ولا لا؟ بس شوف اداه الاستخدام اللي انا هستخدمها المفروض تتحط هنا، والاجابه بتاعتي تبقى منطقيه وصح. تمام بس النشيد لو عايزين هتحلوا في كراسه خارجيه اكتبوا النشيد كتابه كاملا يا صاحي نقط، وهكذا كمل كمل النشيد كامل الكراسة عندك. طيب في حاجة واقفة معاكم تاني؟ نو لا اي مس نو طيب أنا اي هاخد مس بس دلوقتي، احنا عايزين بس الامتحان السلام يتبعت يا مس عليكم. الامتحان بس يتبعت على السلام الجروب عليكم. ونبدأ وعليكم السلام. السلام أنا عليكم هبعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي بيقول عليكم؟ يوسف معلش في الخير عشان مس فاطمة يعني مش عارفة تبعته تقريبا خلاص ماشي، انا يبقى هبعته على بعته الجروب دلوقتي. مس صغير يوسف على جروب. دخل انا شايفه من هنا تمام ماشي، بعتيه. طيب انا هبعته لكم تدخل دلوقتي يا يلا مس. طيب انا هخرج. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا مش يوسف عادي حل. كبير الامتحان بعتهولكم بقى